دي او ده الفيديو ده بيتكلم عن المبادره دي. خليني ارجع مع دكتور محروس. دكتور محروس خلينا نبدا في الاول محور الخوف. بعض الشباب في مصر عندهم خوف من الاقبال على الزواج، بيقول لك ان الجواز بقى خطوه مستحيله. لو اردنا وصف حقيقي خطوه الجواز دلوقتي في الوطن العربي في ظل الظروف الحياتيه الحاليه، ماذا تقول عنها؟ بسم الله وصلى الله وسلم على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هو الزواج الفتره الحاليه فعلا اصبح امرا فيه صعوبه شديده، خاصه مع المغالاه في متطلبات الزواج والمهور من قبل الوالدين او والدي البنت، وكذلك ما يسمى بالتوقعات. التوقعات الحقيقه هي ما يبنيه الشخص بناء على الواقع. فإحنا لما نجد الشباب الآن عندهم توقعات أن معظم الزيجات لابد أن تتم بصورة معينة وبإمكان معينة إعدادات للشقة التي ستكون فيها الحياة الزوجية والمتطلبات المختلفة من متطلبات لوجستية غرف وغيرها، وكذلك الشبكة وكل ما يحيط بهذا الأمر من ماديات، بيصبح عند الشاب توقع. أنا شفت الآن الفيديو اللي حضرتك شغلته بيتكلم عن إزاي إحنا شاب بيقول إنه تكاليف الزواج تصل إلى 1,000,000 جنيه. هذا الرقم أصلا رقم كان في وقت قريب جدا رقم خيالي، وفكرة 1,000,000 جنيه دي كانت رقم كنا بنسمي الشخص مليونير. الآن خلاص مليونير دي أصبحت لا قيمة لها. مع هذا الضغط الرهيب المادي على الشباب وتوقعاتهم فيما سيحدث بعد هذا الأمر، يؤدي بأن الشاب يصبح عنده ما يسمى بالعزوف العقلي عن الزواج. والعزوف العقلي هو أنه عقله لا يتقبل فكرة أن يقدم أصلا على الزواج، أن يفكر حتى في خطوة الزواج. هذا بالنسبة له أمر في غاية الصعوبة وغاية التعقيد كمان. وبالتالي إحنا محتاجين إحنا نفكر فعلا الواقع هذا، هل يؤهل هؤلاء الشباب إلى الزواج أم أنه يقف عقبة كؤود في هذا الجانب، أو في أنه الشاب يفكر في الزواج؟ دكتور محروس معلش، في أمريكا وفي أوروبا منتشرة فكرة أو حركة أو مفهوم بيتبنى فيه الشباب عدم الإقبال على الزواج. وأنا نفسي لي صديق أمريكاني يقول لي دايما أجيب واحدة أصرف عليها واعتني بيها وأصرف عليها ماديا، وبعدين مش بس كده دي كمان هتخلف لي عيل واصرف عليه وعلمه. يا عم انا ايه الدوشه دي؟ عشان ايه ده اتجاه كبير في امريكا، ولو اغاني على فكره، ولو مفهوم ولو فلسفه. وهنا في اوروبا بعض المواقع الاخباريه زي عربي بوست قال رصد ان مفهوم الاسره تغير لدى الشباب في تونس ومصر، واصبح العزوف هو الحل. هل تعتقد ان احنا قربنا نوصل للقصه دي، للمفهوم الغربي ده اللي هو بتاع اجيب واحده اصرف عليها وتخلف عيل اصرف عليه؟ هل تعتقد ان الشباب بدا يتبنى مثل هذه الافكار في العالم العربي؟ هو التبني التبني اصبح موجود بسبب مواقع التواصل الاجتماعي والاطلاع الكبير وصغر العالم الان، ويعني اقترابه من بعضه. لكن هي اشكاليه استاذ محمد كبيره جدا، لانه هؤلاء في الغرب كما حضرتك ترى أنه عندهم البديل الذي لا يعتبرونه صحيح. غير شرعي بالنسبة لهم، حتى وإن كان غير شرعي في المفهوم العام، لكنه عاداتهم وتقاليدهم مختلفة تماما عن عاداتنا وتقاليدنا. إنما نحن للأسف الشديد لو كان مقتربا بهذا الشكل فهذه كارثة بمعنى الكلمة، لأنه هو يجد بديلا له. لكن الشاب المسلم الأصل أنه العربي المسلم لا يجد هذا البديل، ولا المسيحي على فكرة، ولا المسيحي المسلم ولا المسيحي بشكل عام المتدين أصدقول صحيح. ولذلك أنا قلت العربي، ف هذا لا يمكن أن يكون له بديلا. فإن كان هذا الشاب في الدول الأخرى الأوروبية وأمريكا وغيرها يجد بديلا، فنحن ليس لدينا بديل، وبالتالي ستصبح كوارث. و
سيكون البديل يعني كارثة كما نقول. هؤلاء يعني كما يقولون يتزوجون بعد أن ينجبوا أطفالا اثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، لكن يعني احنا نسمع انه تزوجها بعد ما انجب منها ثلاثة واربعة وخمس اطفال في الغرب. ايوه لكن بس خليني دكتور محروس خليني اقول لك المفهوم. احد الرؤساء الامريكان له تعبير مشهور قوي كده، كينيدي تقريبا، يقول الداخل الى البيت الابيض بيتمنى دخوله، واول ما يدخله يتمنى الخروج منه. هو التعبير ده منسوب لكندي، انه اول ما تخش البيت ده البيت الابيض انت عايز تخرج، عايز تخلص بقى. يبدو ان فكره الجواز بقت كده لدى بعض الشباب، فكره ان انا احلم بيه وانا بره، او يعني مبسوط منه او نفسي ادخله وانا بره، بس اول ما تخش عايز يخرج. فبيسمع الكلام ده بيتكون عنده وجهه نظر ان هنا دي مصيده، عكس انا اسف مش بطالب بكده، بس عكس الشاب بره هو بيرافق أو بيصاحب، مفيش حاجة تربطهم، مش هيتعور في حاجة لو العلاقة باظت، مش هيدفع تعويض، مش هيدفع خسارة، هو الراجل قاعد ببلاش والدنيا كلها ماشية كده. عكس أنا بقى لو جيت أتجوز بره أو في مصر فهدفع فلوس كتيرة جدا، وأنا خارج هدفع فلوس أكتر. هل ده ممكن يكون سبب في عزوف بعض الناس عن إنه هتعور جامد قوي لو دخلت المشروع ده وفشل؟ لأنه أصبح هناك تشوهات عقلية أستاذ محمد. الآن في تشوهات مسمى التشوهات العقلية في أفكار الشباب وأفكار الناس في المجتمع العربي، وفكرة الزواج نفسه وقيمته ومعنى أنه حتى لو تعب في الإنفاق وأنه كذا أنه بيؤجر على كل ما يعني يقوم به، وأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لقمة ترفعها إلى في زوجتك صدقة، وأنه خير دينار ينفقه الرجل على أهل بيته وخير دينار ينفقه الرجل على عياله. هذه المفاهيم لما غابت عن وسائل الإعلام، لما غابت عن دور العبادة، لما غابت في الوعي المجتمعي العام أو ما يسمى الوعي الجمعي للمجتمع، وأصبح للأسف الشديد الزواج ربما يكون القصد الأساسي منه هو تفريغ الشهوة، أو أنه الاستمتاع، أو أنه أن يرى امرأة جميلة وكذا. هذا كله أصبح مفهوم مشوه لدى هؤلاء الشباب، وبالتالي المقارنة الآن أن نقارن، أو الشاب نفسه يقارن كيف أن للغرب يقومون بذلك لكن بدون تكلفة، بدون عناء، بدون تعب. أنا يمكن أن أقوم بذلك بدون تعب، بدون تكلفة، بدون عناء، وهذه مقارنة لا تجوز ولا يمكن أن تصح أبدا، لأن هناك يعني مقاصد للزواج مختلفة تماما في المجتمعات العربية عن مقاصد الزواج حتى في المجتمعات الغربية وغيرها من المجتمعات. وبالتالي نحن نحتاج إلى ما يسمى بتعديل التشوهات المعرفية لدى الشباب. لماذا تتزوج؟ نحن يجب أن نعود للماضي. إحنا الشباب ليه كانوا يتزوجوا؟ وأبائنا وأمهاتنا لماذا كانوا يتزوجون؟ وما أصل الزواج وأصل البناء والرابطة الأسرية؟ وهذا كله يجب أن نقوم به مرة أخرى. لأن أستاذ محمد إحنا نتكلم في ما يسمى بالحركة النسوية، حضرتك تعلم والكل يعلم الآن أنها مقصودة تماما، النسوية، أنه أصبحت المرأة يعني تطالب بحقوقها الكاملة وحقوقها غير حتى المشروع، وبالتالي هذا ما يسمى بعملية تعديل الفكرة، تعديلها يعني خطوة بخطوة حتى يصبح أو تصبح البنت تطالب هي نفسها بأشياء تفوق التصور الإسلامي وتفوق تصور المجتمع العربي والتقاليد والعادات، وبالتالي يؤثر ذلك كله في موضوع الزواج والشباب والعزوف عليه. بس خلينا أتدخل هنا يا فندم وأقول إنه الحركة النسوية زي أي حركة بتبدأ بنوايا طيبة. المرأة فعلا ما كانش عندها حقوق كتيرة جدا، حتى حقوق في الانتخابات، حتى حقوق في التعليم، فبدأت الحركة النسوية، بدأت بجد حركة محترمة بتطالب بحق المرأة في التعليم، حق المرأة في الخروج للعمل، يعني حق المرأة في الحياة، وهي كانت محرومة منه. لكن هذه الحركة النسوية تم اختطافها من قبل الرأسمالية، ووصل بها الأمر إلى أنه بقت دعارة رسمي، وتم استغلال المرأة نفسها من خلال امتهان حركة النسوية، تم استغلالها
بشكل رأس مالي, وأصبحت المرأة بتعامل كأنها دلوقتي رقيق, لأنه لو في عندنا فرصة عمل في أي شركة أجنبية أو أي شركة محلية بيختاروا على طول الحلوات الحلوين, كأن أنا بختار واحدة جارية. أما الكويسة حتى لو دماغها كويسة بس هي مش جميلة قوي لا تختار, وأصبح فيه عدد غير طبيعي من الستات اللي عايزين يشتغلوا, وبالتالي تم امتهان المرأة. فالحركة النسوية بدأت كويسة جدا أو بدأت بنوايا كويسة, لكنها تم اختطافها واستغلالها, أنا بقول كلام حقيقي جدا, من قبل بعض الأفكار الأخرى زي الرأسمالية وكده, فتم امتهان المرأة فيها. ده بس للتعديل عشان ما حدش يقول لك أنتوا ضد النسوية أو مش ضد النسوية أبدا. أنا لما تكلمت سبحان الله عن النسوية أنا أتحدث عن فكرة النسوية التي دائما تطالب بأنه نعم ما هو ده بقى الاختطاف اللي حصل الفكرة. أي نعم, يعني هي بدأت بأنه حق المرأة في التعليم, حق المرأة في الحياة, حق المرأة في الانتخابات, كل ده كانت محروم منه المرأة, وده كان كلام حقيقي جدا, وكان لابد المرأة تحصل على كل ده, لكن تم اختطاف الفكرة. ده اللي بتكلم عنه بقى, انها وصلت للمرحلة اللي حضرتك بتتكلم عنها. طيب خليني اوصل لمرحلة برضو, اعود لموضوع الزواج وابص قدام ارقام كده, اسيوط ارقام صادمة عن الطلاق والزواج في مصر. اسيوط تحتل المرتبة الاخيرة, 880 الف عقد زواج خلال عام 2021. خلي بالك ان احنا 104 مليون تقريبا, يعني في مليون عقد اقل من مليون عقد زواج, اقل في شعب تعداده 100 مليون, 65% منه شباب. ده تبقى للجهاز المركزي للإحصاء, يعني 65% من ال 100 مليون دول شباب. طبعا شباب من سن 15 لحاجة و 30 أو ل 30. طيب يعني أقل من مليون عقد زواج, أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية عليا بنسبة 0.1%, أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة جامعية, يعني أقل إن الست البنات اللي حاصلين على درجة عليا جامعية عليا هي هم أقل نسبة زواج. نعم. زيادة عدد حالات الطلاق في المدن بنسبة 65%. متوسط السن للمطلق والمطلقة جاء من 25 ل 35. 245 ألف حالة طلاق خلال عام 21. حصلت الزيادة نسبة الطلاق بنسبة 14% سنة 21. يعني إذا افترضنا أن في 800 ألف عملوا عقد زواج سنة 21, ففي أكتر من ربع مليون طلقوا. نعم, ربع مليون دول أكتر من ربع العدد, أكتر من 800 ألف. تمام, بزيادة طلاق نسبتها 14%. أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة بنسبة 29%. أعلى نسبة طلاق جاءت بين الحاصلات, لأن أعلى نسبة زواج بين الحاصلات على شهادة متوسطة, وبالتالي أعلى نسبة طلاق تبع عليهم برضو. أعلى معدل طلاق 4.5 في الألف في محافظة القاهرة, أقل معدل طلاق كان 1 نسبة في الألف محافظة أسيوط. كيف تقرأ هذه الأرقام يا دكتور محروس؟ هي أرقام كارثية, خاصة إذا قارناها بالأعوام التي سبقت. إحنا لو قلنا في عام 2020, حضرتك بتتكلم في عام 2021. أيوة. إحنا بنقول 2020 كان عندنا 222 ألف حالة, زادوا في 2021 وأصبحوا 245 ألف حالة طلاق تقريبا. يعني إحنا بنتكلم في حالة كل دقيقتين, حالة طلاق كل دقيقتين بتتم. ما هو ده معناه ان احنا مش فاهمين الجواز يا دكتور محروس. بالضبط. وطبعا لما عملوا احصاءات وجدوا ان حالات الطلاق بدات يعني العمر الافتراضي للزواج يقل. يعني احنا لو قلنا مثلا ان كان زمان 20 سنه 15 سنه وبعدين يحصل طلاق, لا النهارده احنا بنتكلم في اشهر, يعني في حالات كثيره جدا اشهر من الزواج ويتم الطلاق. صحيح, 3 4 5 سنة سنتين ثلاثة, كلما, ودي طبعا كارثة, يعني كلما نزل المعدل إلى السنوات الزواج معدل الحديث. الزواج يا معدل عشرة الزواج. طبعا هذه كارثة. احنا الآن بنتكلم كمان على انخفاض في سنة 2020 مقرب 2021, انخفاض حتى عدد حالات الزواج. يعني احنا بنتكلم في حاجتين علاقة عكسية. الآن احنا بنتكلم في ارتفاع حالات الطلاق وانخفاض معدل الزواج, معناها ان احنا بنوسع
يعني مساحة العموسة، بنوسع مساحة العزوف عن الزواج، وده بيؤدي إلى كارثة كبيرة جدا. وبالتالي إحنا بنتكلم في أشياء أخرى، وكما يقولون يعني مصائب أخرى وظواهر اجتماعية بدأت تظهر على السطح ونراها الآن جميعا. يعني إحنا بنرى ظواهر زي القتل، بنرى ظواهر زي الانتحار، بنرى ظواهر يعني تفسخ أخلاقي في المجتمع، بنرى ظواهر كثيرة جدا. هذا كله مبني على هذه الإحصاءات وهذه الأرقام التي يعني عرضتها حضرتك على الشاشة. فإحنا بنتكلم الآن في أن إحنا إذا لم يستشعر المجتمع أن إحنا داخلين على كارثة، إن لم نكن في الكارثة بالفعل، فالأمر يحتاج إلى وقفة كبيرة جدا. كيف يمكن لنا أن نعود إلى ما كنا عليه من يعني معدلات منخفضة في هذه الأمور؟ وبالتالي إحنا نتكلم عن شاب أستاذ محمد بيرى أفق يعني فيه إغلاق، أفق مغلق. بنرى فتاة، أو الآن الفتاة أصبح أمامها أيضا الأفق مغلق. وبالتالي قبل بس ما نعدي النقطة دي يا دكتور محروس، يعني خليني أرجع بس، حضرتك بتقول عمر الزواج بيقل، يعني وصل لمرحلة أشهر وبعدين يحصل طلاق. يعني ما شاء الله احنا بنشوف كتير، خلينا في البنات لأن واضحة جدا عليهم، بنشوف كتير جدا من البنات محجبات. صحيح. فهل تعتقد، أنا بس هحكم على حضرتك من الشكل أستطيع أن أقرأ أن حضرتك ملتزم إلى حد كبير بالدين من الشكل، قد يعني معرفش أنا صحيح ولا لا، بس واضح من شكل حضرتك. هل تعتقد أن ده إخفاق من الخطاب الديني في تعليم الولاد والبنات ما هو الزواج، وانه مش رحلة عبيطة كده تستمر شهر او شهرين والبنت تخرج منه على خير؟ هل تعتقد انه هناك اخفاق؟ هو في اخفاق في التعليم وفي اخفاق في الثقافة المجتمعية، هل تعتقد انه ايضا هناك اخفاق في الخطاب الديني لتعليم البنات والولاد فكرة او مفهوم الزواج في الدين الاسلامي؟ بكده بالضبط. الاخفاق واضح، والإخفاق نتيجة لأنه المؤسسة التي ترعى هذا الخطاب هي أصلا غير ناجحة، يعني مش بس في أمور الزواج، في أمور كثيرة جدا الإخفاق واضح جدا في هذا الخطاب، وبالتالي بيؤدي إلى أنه هناك ما يسمى بالفقر الثقافي، الفقر الديني، الفقر في تعلم الشريعة لدى هؤلاء البنات هؤلاء الشباب. وأنا كم أول الحوار أستاذ محمد إن إحنا عندنا شباب لا يعرف معنى الزواج، لا يعرف مقاصد الزواج، لا يعرف أهمية الزواج، لا يعرف مقتضيات هذا الزواج، وبالتالي بالنسبة له أصبح الأمر فيه صعوبة جدا في الاستمرار لأنه ما عندوش هذا الوعي اللي حضرتك تفضلت بيه. سهلة حضرتك انك احلتها لمؤسسه دينيه فاسده، وانت تقصد وزاره الاوقاف او تشير الى وزاره الاوقاف. بس سهله ان احنا نحلها سوء الخطاب الديني في تعليم الشباب دول للزواج، سهل ان احنا نحلها لمؤسسه. لكن انا بسال عن حضرتك، وعن حضرتك تعتبر مؤسسه تمشي على الارض، يعني هل تعتقد انه النماذج الدينيه اللي هو زي انا ما بلاش انا لان انا هبقى اساءه يعني، لكن بتكلم على حضرتك، يعني حضرتك يعني أنا بتكلم بحقيقة، أنا بتكلم بصراحة، أنا لا أعد في القصة دي يعني، وده تقصير مني وشيء بايخ مني وشيء سخيف بعترف، لكن بتكلم على زي حضرتك يعني بسمتك الديني الواضح ده، أنت أيضا مؤسسها يا دكتور محروس، هل تعتقد أنه النماذج اللي هي زي دكتور محروس وكده أيضا أخفقت مش بس المؤسسة الدينية؟ مش عاوز اخليها نماذج، لكن خلينا نقول ان احنا عندنا عوامل متعدده يا استاذ محمد، وهذه العوامل تتكامل، مش بس حتى المؤسسه، احنا عندنا المؤسسه الاولى البناء الحقيقي للمجتمع هي الاسره. فانا ايضا اقول ان هناك اخفاق كبير جدا في الاسره، اخفاق كبير جدا من الاباء ومن الامهات في بناء الاسري والتربوي بشكل او باخر. الان احنا حينما يتمثل الشاب نماذج يراها بعينيه، بس هيعمل ايه؟ يعني معلش يا دكتور محروس، هيعمل ايه الاب؟ يعني برضو انا
بعكسك يعني، هيعمل ايه الاب والام اذا كانت بنته شافت واحد وحبته وعايزه تتجوزه ومش فاهم يعني جواز، وهو الواد عبيط او الواد بيستهبل وعايز يمارس علاقه جنسيه، فيلا هوبا وبتاع نعمل علاقه يعني، بس نعمل علاقه شرعيه يعني، يعملوا ايه الاسره؟ ما احنا شفنا ابن سيدنا نوح نفسه ما اهتداش بهادي ابوه، يعني هتعمل الاسره؟ لا يا استاذ محمد، احنا بنتكلم على الدور التربوي الاساسي في الاسره. هذا دور مهم جدا، الدور التربوي منذ الطفوله، مش بس لما تصبح الفتاه في عمر الزواج ولا يصبح الشاب في عمر الزواج. بنتكلم منذ الصغر، انه يبنى هذا الطفل ويربى على هذه العلاقة المقدسة، هذه العلاقة الربانية، هذه العلاقة التي امتدحها الله عز وجل في كتابه، ويربى الشاب على احترام البنت، احترام المرأة، احترام الزوجة، اعطائها حقوقها، التعامل معها بشكل جيد، التعامل معها بمعاملة حسنة، عدم إيذائها سواء لفظا أو عقوبة ضربا، وهي كمان طبط كده. وفي نفس السياق تعود التربية على البنت أن تحترم الزوج، أن تقدره، أن توفر له ما يريد، أن هذه كله عن طريق التربية. احنا بنتكلم الآن أستاذ محمد على شباب وفتيات أصبحوا فريسة لمواقع التواصل الاجتماعي، أصبحوا فريسة للإنترنت والسوشال ميديا، أصبحوا فريسة للإعلام. لما أنا تكلمت عن النسوية تكلمت عن أن البنت أصبحت فريسة لهذه الأفكار، وهي الآن من أين تأتي وتستقي ثقافتها، معلوماتها، أفكارها، معتقداتها، حتى توقعاتها عن فكرة الزواج من يعني وسائل التواصل الاجتماعي وهذه القنوات، وهذه القنوات التي يعني وحضرتك تعلم أكثر مني أنها يعني بيتم صنعها على عين يعني، ويتم إمدادها بكل ما يمكن أن تمد به حتى تقوم بهذا الدور الذي تقوم به الآن. طيب، تكلمت عن الخطاب الديني، وأنا أتكلم أيضا عن الخطاب التربوي، أتكلم عن الخطاب الإعلامي. الإعلام أيضا له دور، وخليني ألقي الكرة عند حضرتك كمان، بما أن حضرتك إعلامي لك دور كبير جدا، والإعلاميين والقنوات المحترمة لها دور في تغيير أفكار هؤلاء الشباب وتحسينها وتعديلها وتطويرها، وبالتالي نحن لنا كل منا دور، الدور الاجتماعي، الدور التربوي، الدور الثقافي، الدور الإعلامي، الدور الديني والخطاب الديني، وكل هذه المؤسسات يجب أن تتكاتف من أجل تحسين الصورة. طيب دكتور معلش، أنا بس في عندي هنا في الإحصائية حاجة، لكن عندي سؤال أهم. يمكن كنا بنتكلم دلوقتي، حضرتك كنت بتكلم على البنات اللي في حاجة اسمها الجاموفوبيا، وهي تخوف الفتاة من الارتباط، وبتفضل عليها على الارتباط الزواج يعني بيت ابوها او الوحده، انها تقعد في بيت ابوها او الوحده. يعني ممكن تشرح لنا بس سريعا لان الوقت بيجري، يعني ده ازاي بيحصل للبنت، وهل البنت اكتر تخوف من الشاب في الارتباط او الدخول على خط الزواج؟ ده بيحصل نتيجه للتجارب الفاشله امامها، إما تجارب في الأسرة نفسها أو تجارب في المحيط التي تسكن فيه وتعيش، سواء كانت الآلة العامة، التجارب من صاحبتها أو زميلها أو هذه التجارب بتؤثر أو تقوم ب يعني ما يسمى بناء الجاموفوبيا لدى كلها هؤلاء البنات، وبالتالي هم يصبح لديهم العزوف المعتقدي، العزوف الفكري، العزوف الاجتماعي، العزوف من فكرة الزواج بسبب ما تراه بعينيها، ما تسمعه من تجارب، وما تراه من تجارب فاشلة في الزواج. لما قلت لحضرتك الآن احنا بنتكلم على حالة طلاق كل دقيقتين، فهل تتصور ان فتاة تقبل على الزواج بسهولة لما ترى ان جارتها تطلق، بنت خالتها بتطلق، بنت عمتها بتطلق، او بنت عمتها اللي لسه متزوجة من شهر او شهرين عندها حياة عيسة، لا، حياة فيها سعادة، او الضغوط المالية الكبيرة جدا، هي كانت بتحلم بحياة فيها وفيها كذا، وحضرتك بتشوف المسلسلات والافلام اللي فيها جميله جدا، والفيلا الحلوه والخروجه الحلوه ومش عارف ايه، فوجدت ان الحياه
كما تراها هي في الواقع ليست هكذا. الحياة فيها ضغوط والزوج بمجرد أن يتزوج. ما يمكن يا دكتور محروس، ما يمكن الدفء الزيادة اللي في البيت الأسرة الفتاة بيخليها تهرب ليه؟ اللي يعني إيه اللي يخرجني من بيت أمي أو أبويا وأنا عايشة كويس وبتخدم وحنان ورعاية ومش مطلوب مني حاجة؟ ما يمكن هذا الدفء الرهيب اللي في بيت الأسرة بيخوف البنت من انها يبقى لها بيت بقى، وانا هقوم اغسل انا المواعين واشيل ازمه بيت هل ده ممكن يكون سبب الدفء الزياده في البيت؟ تاني الاسباب التربويه اللي حضرتك بتتفضل بيه الدفء ده، هو دفء لحظه حدين، هو دفء غير صحيح، لانه يجب ان يكون الدفء بشكل انه هذه البنت تعلم جيدا وتربى على انه سيكون يوما ما لها دور في تحقيق هذا الدفء بس بيتها. يعني هي إذا تم تربيتها من خلال الأم والأب على أنه هي بتعد لأن تكون زوجة وليست ولا تعد لأن تكون بنت طول حياتها في موجود بيت الأم والأب، إنما هي تعد لأن تكون زوجة. فبالتالي إحنا محتاجين أيضا أن نحمل بناتنا مسؤولية جوه البيت، إن إحنا نعلمهم إزاي يديروا بيتا، سواء كانت هذه الإدارة إدارة عاطفية وبدانية أو إدارة بيتية أو إدارة في تربية الأبناء وغيرها. وفكرة غرس أنت ليه؟ أنت ستصبحين أم، لن تكوني بنتا طول حياتك. وبالتالي حضرتك بتتكلم عن الدفء، وهذا الدفء هو باللي حضرتك عرضته هو دفء غير صحيح، وهو أيضا كما يقولون يعني أسلوب تربوي غير صحيح. لكن طيب، يجب أن تربى البنت بشكل آخر مختلف. طيب دكتور معلش، يعني نجيب بس يا جماعة الأرقام اللي أيوة دي. أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة علمية عليا بنسبة 0.1. صحيح. وهناك يعني معنى كده أن البنات أعلى نسبة زواج أهو بين الحاصلات على شهادة متوسطة بنسبة 29%. طيب دكتور معلش، يعني اللي انا فهمته الارقام دي ان العريس او الشاب ما بيبصش للبنت او البنات اللي اصحاب شهاده متوسطه هم الاكثر نسبه زواج، بينما اللي خارج درجه علميه عليا اقل نسبه زواج. انا عايز استفيد منك بشكل درامي، حضرتك استشاري ومتخصص يعني، لكن انا عندي سؤال. لو انا دلوقتي أم وعندي بنت دخلت في مشروع غلط وأنا شايف إن المشروع ده غلط، راحت جابت لي الأستاذ محروس لسه بيدرس، مش الدكتور محروس، نعم لسه بيدرس وعايزة تتجوزه وهو لسه حيالله يعني على باب الله، بس أنا بحبه يا بابا بحبه يا ماما. أنا شايف إنه الخطوة اللي هي داخلة عليها هتدفعها ثمن كبير، لأني محروس لسه في بداية طريقه ولسه بيبدأ ولسه هيعمل كده. كيف أتعامل مع حالة زي دي بدون ما أدخل في صدام؟ وأنا شايف إن المشروع ده لو تم هيبقى كارثة، لأنه هيبقى فترة زواج قصيرة زي ما حضرتك قلت من شوية، شهور، وربما ينتج عنها كمان مخلفات حرب، يعني يبقى في حمل وطفل وغيره، وتبقى دخلت غير ما خرجت أسوأ. كيفية التعامل مع حالة زي دي يا دكتور محروس؟ احنا التعامل مع هذه الحالة يجب ان يكون ابكر قريب من اللي حضرتك تفضلت بيه، بمعنى ان يجب انا هقول لحضرتك ان يجب انا كأم وأب يبقى عندي طريقة واسلوب في التربية بشكل جيد، بحيث ان احنا ما نوصلش لهذا الوضع اللي حضرتك تفضلت فيه. انا هاجي عملنا أنا دكتور محروس عملنا وصلنا، انا جاي وصلنا. انا بتكلم على الـ 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 ما يسمى بري، القبل مهم جدا. تمام جدا، خلينا وصلنا الان. احنا بنتكلم على بنت في مرحله الزواج وتستطيع ان تاخذ قرار. يجب على الاب والام ان يكون في هذا الموقف موقف الناصح، موقف الذي يقدم كل العواقب والنواتج التي تنتج عن هذا الزواج ويعرض الموضوع بشكل كاملا، ثم القرار في الأول وفي الآخر لهذه البنت. يعني إذا قررت
وارتأت لنفسها إن هي بعد ذلك ستتحمل هذه النتائج والتبعات، خلاص تتجوز ما عندهاش مشكلة. لكن لو ما عندهاش قدرة على تحمل تبعات وما سيحدث من هذا الزواج، فخلاص لابد أن تعود، أن ترجع عن هذا القرار. وبالتالي القرار في الآخر هو قرار البنت. ما احنا عارفين، ما انا عارف يا دكتور محروس ان القرار قرار البنت. ليه بقول لك القرار قرار البنت؟ لأنه ما نراه الآن أنه ممكن في الآخر هذه البنت تهرب مع هذا الشاب، يعني تروح تهرب معاه، مش بس أنها فكرة أنها تتزوجه في كنف أسرة. فإحنا الآن لابد أن نعالج الأمر بشيء من خلينا نقول من الحكمة، بمعنى أنها خلاص أنت يا بنت الناس عاوزة تتزوجي هذا الشاب، وإحنا كأسرة كأب وكأم نعرف عنك وعندنا خبرة أكبر، ويعني زي ما بيقولوا رحنا في الحياة وجينا، فإحنا شايفين أن هذه الزيجة لن تكون ناجحة. ليه؟ للأسباب 1، 2، 3، 4. ونحاول أن نقنع هذه البنت، ونجلس معها مرة واثنين وثلاثة واربعة، ونحاول نثنيها عن هذا الزواج. لكن في الآخر إحنا بنقول إيه؟ بنقول إن أنت تحملي ما تفعلين، هذه النتائج يجب أن تتحملي، هذه العواقب يجب أن تتحمليها يوما ما، وفي الآخر هي تقدر وتقرر. طيب كيف ماذا تعني هنا الإحصائية إنه أقل نسبة زواج بين الحاصلات على درجة علمية؟ معناها يعني أنا بالعكس أنا ببقى عايز أتجوز واحدة درجتها العلمية كويسة وعلى قدر من التعليم. ماذا تعني انه لا بقت الحاصلات على شهادة متوسطة هم الاعلى في نسبة الزواج؟ ماذا تعني حاجتين. هو الرفض نفسه من البنت، لانه البنت في مرحلة التعليم العالي او الدراسات العليا بالذات هي بتبقى عندها مشروع ان تصبح مثلا دكتورة في الجامعة، او تصبح لها شهادة جامعية عليا او كذا، منشغلة جدا بهذه الدراسة، وبالنسبة لها الزواج عقبة عن إكمالها لهدفها التعليم، وبالتالي غالبا ما يكون الرفض من جهة البنت، أو كمان أنها كلما تبدأ يعني ترفض قليلا، أنا خلاص والله خلاص أخلص الكلية أخلص الجامعة وبعدين دخلت في الدراسات العليا، طب بس أخلص، فيبدأ يكبر سنها قليلا، وبالتالي الشباب يعفو عنها هذا السن وبياخدوا الأصغر سنا. هذا المؤثر أو هذه الإحصائيات بتتم على أنه البنت التي يكون هدفها الأصل والتعليم في الغالب هي بترفض الزواج وتؤجله إلى ما بعد أن تحصل على الشهادات التي ترغب. طيب دكتور خدنا البنت اللي داخلة سكة غلط وانت نصحتها واحنا عارفين، بس ما تقوليش الكلام ده، القرار قرار البنت. طب بنت جالها عريس أنت تراه كويس أو إحنا نراه كويس ومستوى المادي كويس ومستوى العائلي كويس، ولكن البنت بترفضه، إيه الحل؟ إنك أنت تحاول إلى حد كبير أنت ترى أن الشاب ده كويس وإنه أسرته كويسة وإن أسباب حتى الرفض لدى البنت مش منطقية قوي، يعني تقول لك مثلا ما أعرفش مش مرتاحة، أي يعني دمه تقيل، لا 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 لا، أي يعني قصير، لا لا لا، طب يعني لا لا لا، أمال إيه بقى؟ ما أعرفش مش مرتاحة كده، يعني في أسباب كده ساعات تسمعها اللي هي ما تعرفش تمسك السبب. يعني إيه أعمل إيه بقى مع البنت اللي زي دي اللي ممكن تبقى بترفض عريس كويس جدا بخبرتنا وبرؤيتنا شايفينه كويس جدا بأسرته بوضعه المادي بوضعه الاجتماعي بشغله، ومع ذلك بيترفض لسبب لا مش مادي، يعني مش مرتاح، ومع العلم ان احنا عارفين ان القرار قرارها، نعمل ايه عشان نغير فكرة؟ يعني هل نعتمد انه خلاص مش مرتاح يبقى خلاص نتكل على الله، ولا نحاول مرة واثنين وثلاثة؟ هي فكرة عدم الراحة اكيد لها اسباب، يعني ما فيش حاجة اسمها مش مرتاح بدون اسباب، اما انها في حياتها شقر فهي بتقول مش مرتاحة. يا دكتور محروس، ما احنا اتفقنا انا وانت، انا على يقين بلاش أتكلم على سنك، أنا بتكلم على سني، أنا على يقين في الوطن العربي الناس مش فاهمه يعني جواز، نسبة كبيرة جدا، متعلمين مش متعلمين بكله بزرمين، نسبة كبيرة من الوطن العربي اللي في سني مش اللي في سن حضرتك ولا الأصغر مش فاهمين يعني جواز أصلا، يعني أنا فاهم جواز دي يعني واحدة بديل الشغالة أو بديل الدادة،
وهي فاهمه الجواز ده يعني واحد ابو هشيمه هيجيب لي يعني الاثنين مضروبين في خلاط وحش قوي. فاذا البنت الصغيره دي اللي بتقولك انا مش مرتاحه او حاسه ان دي اصلا اشك انها فاهمه يعني ايه جواز. ما محتاجه ان تفهم يا استاذ محمد، ده اللي احنا قلنا عليه، احنا هي محتاجه ان تفهم يعني ايه زواج، محتاجه انها تتربى يعني ايه زواج، محتاجه انها زي ما قلت لحضرتك احنا كلنا وسائل اعلام، خطاب ديني، تربيه، مجتمع، تعليم، حضرتك استثنيته خالص وقلت التعليم خربان، فاحنا محتاجين كلنا نفهم يعني ايه زواج. لا هو هي انت لو ما فهمتش يعني ايه زواج، هي بتحكم بشيء متوقع. يعني عارف استاذ محمد ممكن تكون البنت اقصى هما على الزواج مسلسل شافته او فيلم شافته. طب ما الولد كده، طب ما الولد كده بالضبط، وكذا اولاد، انا ما بتكلم على الفتاه او الشاب يعني. فهي بالنسبه لها حلم الزواج ده هو خروجه على شاطئ النيل كده وبتاكل السميت مع معرفش السميت ايه. لا ده احنا عدينا المرحله دي، ده حلم أيوة. الزواج دلوقتي بقى الخاتم بتاع اللي ابو هشيمة ده لمراته، وبقى العربيه البونت، يعني بقى حاجات تانية خالص، انت في حته تانية. فبالتالي احنا بنقول هي ده تصورها عن الزواج، ان وبالتالي هي لما بتشوف الشاب اللي بيتقدم لها للزواج هي شايفه صوره مختلفه، هي عاوزه الشاب اللي شافته على في المسلسل، على موقع التواصل الاجتماعي، على كذا، اللي بيتكلموا عنه، اللي هو كل يوم الدنيا كلها واقفه عشان زي حضرتك تفضلت، او عشان فلان او عشان علان او كذا او كذا. هي عايزه تشوف الحياه دي، هي مفكره انها هتعيش في هذه الحياه، فمجرد ان يجي لها يتقدم لها شاب اخر بمواصفات مختلفه اللي هي مش محددها ابدا، مش واخده بالها ان هي دي المواصفات الحقيقيه، زي بالضبط الشاب اللي عاوز فتاه كما يراها في الاعلام، كما يراها على في المسلسلات بالشكل ده، معينه ده مش واقع، ده تمثيل. فبالتالي هو هذا البناء والتصور انا كلمت عنه في اول اللقاء، بيسمى التوقع. ماذا تتوقع الشاب الفتاه من الشاب، وماذا يتوقع الشاب من الفتاه، كيف يتوقعنا او يتوقعون هما الاثنين، بيتوقعوا الحياه ازاي، بيتوقعوا التعامل كيف، بيتوقعوا ياكلوا ايه ويشربوا ايه ويسكنوا فين ويتعاملوا مع بعض ازاي ويعيشوا مع بعض ازاي ويخرجوا في ازاي يتفسحوا في ايه، وهل بيتوقعوا ان يبقى في اولاد ويروحوا المدرسه ويتعبوهم وهي بس هو انت ما تنكرش يا دكتور محروس انه صداع يعني. اه طبعا. يعني خلينا نتكلم جد، يعني صداع، يعني فكره انك انت حد وراك وبتاع وبيسالك انت جاي منين رايح فين، ما اتكلمتش ليه، ما قلتش ليه، او حد بيسالها برضو انت خارجه ليه، او يعني هو صداع للطرفين، اضافه انه المنتج نفسه بقى اللي جاي بعد كده عيال بقى بتاعي وتسخن وبتروح مدرسه وما يعني في مشكله كده، يعني ما انت عايش ملك يعني ايه القضيه، بس ما ننكرش ده يعني هو صداع جميل، صداع ممتع، لهذا خلقت الحياه. واجمل ما في الحياه هو يبقى فيها بعض المتاعب، لانه خد بالك في وقت من الاوقات كان اكبر يعني او اعلى معدلات الانتحار في العالم السويد، كان في الوقت ده السويد هي اعلى معدلات اعلى معدلات دخل في العالم، وحياها رغيده وحياه جميله وسهله وكل حاجه متطلبه. فهي الحياه اصلا مش كده، ان مش كل حاجه انا عاوزها تبقى موجوده وفيها راحه وفيها بساطه وكل ما اطلبه موجود، لا ابدا، بالعكس اللي حضرتك تفضلت بيه ده شيء من الامتاع، انه ممكن في يوم ابقى تعبان، ممكن في يوم يبقى ابني تعبان، بروح بطلع بقى احس ان انا فعلا بقدم شيء لابني وابني يقدم شيء لي وربي وافتخر به يوما اني تعبت في تربيته، و يعني في حاجات كده في الزواج بالعكس، انما فكره انه لا انا رايح دماغي وملك، لا ملكا ابدا، وان كان لو كان ملك ما كان شرعه الله عز وجل، يعني بالعكس الزواج فيه دينا، فيه شيء جميل، فيه ما يمكن الاستمتاع به من كل شيء، وزي ما بيقولوا كده احنا بنستمتع بأبنائنا وهم صغيرين جدا، ونستمتع بهم لما يكبروا شوية، ونستمتع بهم وقت الزواج، ونستمتع بأولادهم لما يبقوا لهم أولاد ونبقى نحن أجداد. هذه هي أستاذ محمد، فيجب أن احنا نغير هذا المفهوم لدى هؤلاء الشباب والفتيات يعني.
دكتور محروس سليمان، مستشار تربوي وأسري وأستاذ مساعد بكلية العلوم التربوية، بشكرك جدا يا فندم. الله يحفظك أستاذ محمد، شكرا جزيلا للاستضافة. لا الجواز حلو، يعني الجواز كويس جدا، الجواز مشروع جميل. أنا رأيي ده رأيي ودي تجربة يعني. خلينا ناخد بس عشان الناس اللي كانت سألت احتراما ليها، ناخد ردود بعض الناس، مثلا زي المش مؤرخ، ربنا يخليك يا مش مؤرخ. محمد بيقول مش الحالة المادية فقط، القوانين اللي شجعت الستات على طلب الطلاق عند أقل مشكلة، وتورط الشباب في مشاكل المحاكم، وإنه أكتر بيساند المرأة فبيقولوا بلاها جواز أساسا. محمد أسامة زكريا بيقول عن المعشوق، شكرا يا زكريا. خلينا نطلع كمان، نطلع كمان، نطلع تحت كمان 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 كمان. حد بيقول بس طيب، حد بيقول والله اللي عنده النية الحلال ربنا بيسهله، مش لازم ذهب كتير. ده وليد اللي بيقول دي هدية مش لازم تعرضها قوي، مش لازم تعرضها قوي، هات اللازم واللي سعره في المتناول. في مرة من المرات يا علي كنت قاعد مع واحد أعرفه، رجل محامي ورجل فاضل ولديه أطفال، أو يعني ولاد يعني. وبعدين كان له صديق لابس سلاسل بقى ذهب وحاجات وخواتم ونازل من عربية فخمة جدا، واتكلموا على الجواز. اكتشفت ان الراجل صديقه ده مش متجوز اصلا، وعمال بقى صوته عالي قوي وعمال يتكلم على عظمة العزوبية وانه ملك زمانه وانه الدنيا كلها تحت امره دلوقتي. بيتكلم كده وبيتكلم بطريقة كده فيها جهل يعني لا يحسد عليه. فبعد ما قام الراجل المحامي ده قال لي جملة لن أنساها أبدا، قال لي، بقول له ده مش متجوز وفرحان قوي، قال لي آه ملك، عايش ملك، بس لما هيموت هيموت كلب، هيموت ولا الكلب، كلب السكك، لأن محدش وراه أصلا. فأنا رأيي الحقيقة أنه الزواج بصراحة مشروع جميل، وهو أعظم المشروعات اللي البشر بيعملوها. أما إذا حصل إخفاق لأي سبب فده يبقى خلاص قدرك كده أو قدرك كده، وما تزعليش. يعني واحدة قعدت عشان والدتها أو اللي تربي لإخواتها فعدها سن الزواج، مش مهم. واحد كان بيصرف على إخواته أو بيصرف على أهله أو ما قدرش يحقق الجواز لأنه صعب ماديا، مش مهم. إنما في الأساس المشروع نفسه كويس، المشروع عظيم. إذا حصل حاجة قهرية ما عرفتش تدخل المشروع ده فثق إن ربنا اللي اختار لك. أنا رأيي إنه يعني ده رأيي الشخصي، إن الجواز مشروع عظيم جدا، وبالمشروع ده والحقيقة يعني بالمشروع ده خلينا نقول إنه أو بهذا الموضوع انتهت حلقة الذي، إلى أن نلتقيكم إن شاء الله في حلقة جديدة غدا. غدا المغرب هتلعب، ولما المغرب هتلعب كل شيء هيسكت، لأن إحنا هنقضي أشغال شاقة. بعد بكرة المغرب، بكرة الأرجنتين، لا مش مهم، بكرة هننتظر اللي فايز بالأرجنتين لكن وكرواتيا، وإن كنت أنا رجح اللي أنت فهمته دلوقتي. إنما بعد بكرة هو المشكلة، بعد بكرة أشغال شاقة كروية. فربنا يكون معنا، إلى أن نلتقيكم غدا إن شاء الله وحلقة جديدة من برنامج مصر النهاردة. تصبحوا على وطن حر، تصبحوا على خير.